كانت الكرة كنجي، كنجي جويل، كنجي جويل والتوغل، كنجي جويل المرور، حلوة حلوة حلوة. فيكتور يسجل هدف التعديل، المرور كان رائع والتوغل كان جميل، وبعدها أتى فيكتور لخال أو فيكتور لك حل لأن يسجل هدف التعادل لأم صلال. نعم، عندما تريد أن تعود بالنتيجة يجب أن تسجل في أول ربع ساعة، وهذا ما فعل نادي أم صلال في الكرة الماضية. كابتن الفريق، قائد الكتيبة، قائد كتيبة صقور برزان التي تريد أن تحلق في استاد الجنوب، يسجل الآن فيكتور، يسجل فيكتور. شوف الإعادة، ما فيها راية، أعتقد من هذه الصورة ما فيها راية على كنجي جويل في الكرة الماضية. اللي عادت الأولى ما فيها راية، الثانية من مانسي، عادت من طنان، طنان إلى كنجي، مار كنجي جويل بطريقة رائعة، المرور كان رائع وجميل بطريقة جميلة جدا من كنجي جويل، ومررها لفيكتور لكحل اللي ناطر الكورة لأن يضع الكرة في شباك الشحنية ويسجل ثالث أهداف الشخصية في بطولة دوري نجوم أريدو، وهدف ثاني لنادي